من الحاجات الغريبة اللي طلعت معايا في الشبكة اللي عاملة زي الطراحة دي اللي بتترمى وبتتشد، مش سمكة ومش كابوريا ولا حتى جمبرياية، نجمة البحر. ودي من الحاجات الغريبة جدا. كتير مننا فاكر ان نجمة البحر دي حاجة عاملة زي الطوبة ما بتتحركش، او حاجة عاملة زي الزرعة هي شكلها كده بس. بس لما تيجي تقرب منها وتبص لها وتلمسها تحس ان هي حاجة عاملة زي ام 44، ليها رجول كتيرة جدا 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 عمالة تتحرك، ولو حطيتها على ايديك وستات تحرك بتزغزغ زغزغة جامد جدا، بتتحرك وبتمشي. ايوه ببطء بس بتتحرك. ومش بس كده، دي كمان بتدفن نفسها برضو ببطء شويه، ناظرها هي ما وراهاش حاجه. بس حاجه زي كده بتخليني افكر، تخيل كده معايا كم الكائنات اللي في اول شبر في الرمله اللي تحت الميه، عدد مهول. ده كان فيديو النهارده، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.